بس ما تعيطيش. شفتي ايه؟ استنى. شفتي باب يسوع؟ احنا دلوقتي احنا قلنا ان احنا الروح خرجت من الجسد. مش كده؟ أول حاجة شفت ايه؟ كان الروح خروج الروح ده سهل ولا صعب؟ صعب. صعب جدا. صعب جدا. طيب بعد ما هو صعب قوي، أنت يا حبيبتي بعد ما خرجتي أول حاجة شفتيها ايه؟ كان الأسد. الأسد ده عبارة عن ايه الأسد اللي شفتيه؟ مخيف وريحته ريحته قذرة مميتة. أيوه. هو أسد أسد فعلا؟ آه ديب. زي الديب كده؟ زي الديب. يفتح عينيه في العين يفترس من يبتلعه. آه. عايز يفترس ويبتلع. ايوه. طيب. يفترس. اول. من يلقي ويبتلع. وشكله كويس ولا مرعب ولا؟ مرعب. مرعب. طيب. كل الرعب فيه. طيب وكل الرعب. الخوف والجنون فيه. الرعب ده اللي انت شفتيه منه اللي مين اللي انقذك من الاسد ده؟ السيد المسيح. يعني المسيح اول حاجه رمى الخطايا ورا الخطايا وبحر النسيان. ايوه في بحر النسيان. طيب انت عشان ربنا ينقذك من الاسد ده عملت ايه؟ يعني اول ما شفتيه عملت ايه؟ سجدت. لا لا الاسد عملت ايه؟ المرعب ده. انت قلت الحته بتاعت صلاه الغروب دي اللي انت حافظاها اول ما قلتيها الست العذراء جت. طيب الست العذراء لما جت عملت ايه بقى؟ حلاوه حلاوه ونور نور. جميله. جميله قوي. جميله قوي. جميله بس ولا جميله وقويه؟ قويه وحبتها قويه كتبوها. محبتها قويه كتبوها. كل ما تتشفح بيها. طيب عملت ايه بقى العذراء اول ما شافتك؟ عملت ايه بقى؟ انقذتك ازاي؟ أبواب النعيم الحياة الأبدية. أنت شفت أبواب الجحيم؟ ريحتها قذرة. الجحيم ريحتها قذرة. أيوه. لكن شفت الأبواب بتاعت الجحيم؟ كلهم نار. نار؟ كلهم نار. كلهم نار. كلهم نار. طيب. كلهم نار. مين اللي قفل أبواب الجحيم دي؟ الست العذراء. الست العذراء قفلتها. الست العذراء. الست الحضرة قفلت أبواب الجحيم وبعد كده خدتك. أيوه. وراحت بيكي فين بقى؟ الحياة الأبدية عند المسيح المبارك القدوس. شفتيه؟ أيوه. جميل. سجدت له. أول ما دخلتي أول ما دخلت السماء أول ما دخلت الفردوس سجدت للمسيح. أول حاجة عملتيها سجدت. شكله إيه بقى؟ حلاوة حلاوة لا ينطق بها وجه. حلاوة بينساها في بحر النسيان بيطرحها. أيوة. في بحر النسيان. ايوه وبياخدنا للسماء عنده. صح. المسيح كان قاعد ولا كان واقف ولا كان ايه؟ كان قاعد على ايه؟ كان جالس على العرش. زي اللي بنشوفه العرش بتاعه زي اللي احنا بنشوفه عندنا. نعم حواليه ايه؟ صفوف الملائكه. الملائكة والقدسين محاطين به. عددهم كبير. ألوف وربوات. حوالين العرش. مين في القدسين تعرفيهم شفتيه؟ شفت البابا كرولوس. قال لك انت لما دخلت ندهتي على والدك الجسدي اللي البابا الجسدي ندهتي عليه عشان تشوفيه في السماء ولا؟ فراح قال لك على ابوك تاني. ما تنديش على ابوك تاني. ايوه قال لك على ابوك. البابا كرولوس قال لك انا ابوك هنا. على ابوك هنا. طيب طب خلاص ما تعيطيش ما تعيطيش. بركة عظيمة. خلاص ماشي بركة عظيمة. عشان انت على ابوك تاني. خلاص خلاص ما تنديش تاني. طيب انت المسيح قال لك حاجة ولا ما قالكش حاجة؟ قال لك لسه ليك رساله. ايوه ارجع تاني. بس ما عرفتهاش هي ايه. ارجع تاني. لكن الرساله دي انت مش عارفها ايه هي. لسه مش عارفه. مش عارفها الرساله دي؟ هي الرساله.
هي عرفها لك، هي عرفها. أنتي المفسير عرف الوحي. تعرفين. طب العذراء، العذراء كان مكانها فين في السماء؟ العذراء كان مكانها فين في الفردوس؟ على يمين. على على يمين العرش. أيوة. يا رب. لكن لما ترجع الروح للجسد صعب ولا سهل ولا إيه؟ الرجوع أصعب. الرجوع أصعب من الخروج. الرجوع أصعب. الرضا أصعب. حبيبتي. الرضا أصعب. الرضا أصعب. بس ما تعرفيش عشان ما تعرفيش. الرضا أصعب يا رب. الحمد لله تحلم الموقف من جابك. يا رب انقذني من فم الأسد. من فضلك انقذني من فم الأسد. التنين الحامي. جيهان عبد المسيح دخلت المستشفى هنا وهي تعاني من أزمة في التنفس كبيرة جدا، وبعد ما دخلت المستشفى تحجرت الرئتين تماما وما كانتش قادرة النفس بنسبة 100%. وكان الدكاترة قالوا ان مفيش امل خلاص نهائيا، وبعد كده توقف القلب لمدة 16 دقيقة. دي اول مرة، ودي كانت المرة اللي اعلنوا فيها وفاتها، ولكن بالصلوات وبعمل معجزي احنا مش عارفينه ايه هو، جيهان رجعت مرة تانية للحياة. وبعد كده بتحكي على القصة اللي شافتها، انها لما خرجت من الجسد شافت الذئب المفترس ده او بنسميه الاسد، وفضلت رشمت عليه الصليب، كان عايز ياخدها للجحيم. وبعد كده طلبت الست العذراء بالقطعة اللي في صلاة الغروب اللي بنصليها عند خروج نفسي من جسد احضاري عندي، ولموات الأعداء يهزموا والأبواب الجحيم اغلقت. وفعلا الست العذراء جات وشكلها جميل، حنينة وطيبة وجميلة جدا وقوية جدا، وهي اللي قدرت تقفل أبواب الجحيم وشافت البابا كرولوس وقال لها أنا أبوك. وبعد كده خدتها على الفردوس. أول حاجة عملتها جيهان إنها سجدت قدام العرش، وبتوصف العرش زي ما وصفته كده قدامكم. لكن بعد شوية المسيح قال لها لا، لازم ترجع مرة تانية الجسد لان ليك رسالة، بس ما قالهاش ايه الرسالة اللي هي فيها. احنا منتظرين بقى الرسالة. لا، رسالتك هو لك، رسالتك انت تعينا كلنا، تشدينا كل المسيح، تيجي تعرفين المسيح. الكلمتين دول اللي قلتيهم هم اعظم رساله، هم الرساله بتاعتي. رساله بنقول للناس الرساله ايه؟ ان توبوا وارجعوا. بس انت رسالتك تعرفينا. الرساله قلت ان خروج الروح من الجسد صعبه، وعوده الروح للجسد صعبه، وان في اسد وفي ذئب مستني علشان خاطر ياخدنا للجحيم، وان شفاعه العذراء هو شفاعه قفلت ابواب الجحيم وفتحت باب الفردوس، والست العذراء خدت معاها الفردوس.